إذن عن استمرار الفساد والتهريب في المنافذ الحدودية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. أستاذ عادل، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون لا تزال مشكلة المنافذ الحدودية مستمرة وأيضا تتزايد، ولكن أين تكمن المشكلة في المنافذ الحدودية أستاذ عادل؟ نعم، أهلا وسهلا، مرحبا بك مشاهدي قناة الله في الديانة الفضائية. أهلا بك سيدي. يعني الحقيقة بعد 2003 بالتحديد كافة الحكومات التي توالت على الحكم للعراق هي حكومات منهجها الفساد والسرقة. نعم. والمنافذ الحدودية هي أصبحت المنفذ الأوسع للفاسدين للسيطرة عليه من قبل الأحزاب والميليشيات، وبذلك الحكومات المتعاقبة كانت تخسر مليارات الدولارات بسبب عدم سيطرتها على هذه المنافذ. المنافذ الحدودية بين العراق وتركيا وإيران بحدود 25 منفذ رسمي بيننا وبين أقليم كردستان. أقليم كردستان يدخل البضاعة بشكل عشوائي وبدون ما يعطي إيراداتها إلى المركز. نعم. هذا جزء من الفساد اللي انه الدوله ما تقدر السيطره عليه، والمنافذ الاخرى هذه كلها اكو 7 منافذ حتى لا تخضع لا للاقليم ولا تخضع للحكومه المركزيه. هذه همين ايضا جزء من الفساد الحكومي. الحكومات اليوم وزعت المنافذ الحقوقيه الحدوديه على الاحزاب، يعني كل حزب ماخذ له مكان في الجنوب او في الوسط، وتشوف انه اكو ميليشياتهم والاقتصاديات اللي تابعه لهم. نعم. هم اللي يدخلون البضاعه اللي يبدوها، ولذلك الفساد هو من الراس هو في هذا الحكومه من اللي تكون استاذ عادل. نعم. في هذه النقطه تحديدا. نعم. يعني بحسب اقتصاديين العراق يخسر سنويا ما يقارب من 8 تريليون دينار جراء عدم السيطرة على دخول السلع والبضائع. هنا يعني مربط الفرس كما يقولون، لماذا تسكت الحكومة على هذا النهب المنظم لموارد العراق؟ ما السبب في ذلك؟ يعني هو ضعف الحكومة أولا، ضعف الرقابة. يعني قبل 2003 كان ما يدخل العراق صندوق روسي لما يخون عليه التعرفه الجمركيه، اليوم سيارات شاحنات تدخل للعراق، هذه تابعه للاقتصاديه الفلانيه، هذه تابعه للحزب الفلاني، فكل واحد عنده ناسه بيمشي بضاعته من الحدود بدون جبارك وبدون منافذ. شكلت في زمن الرئيس العبادي هيئه المنافذ الحدوديه، كانت رايتها السيطرة على المنافذ الحدودية، لكن بالعكس اليوم هيئة المنافذ الحدودية أصبحت منبع فساد إلى هذه المنافذ، وأصبحت مليارات الدولارات يوميا يخسرها العراق بسبب عدم وجود رقابة يعني مستمرة على المنفذ وعلى دخول البضاعة. كل البضائع اللي قاعده تجي من خارج العراق ما يترشن منها 1%، والباقي كله يدخل الى الاحزاب، ولذلك تشوف البلد ضاعت من عند ثروه كبيره، كان احد البوارد اللي تخص الدوله او تجي على الدوله. نعم. لكن كل اجراء ماكو من الدوله، لانه ضعف الدوله، والدوله هي اساسا رئيس الدولة هو فاسد. يعني من زمان نجي دعف الرئيس وزراء هو من العراق ويطلع، ماذا تنتظر منه؟ استاذ عادل، تعتقد ان الفساد في المنافذ الحدودية عشوائي ام مرتب من قبل جهات متنفذة؟ لا، ماكو شيء عشوائي، هو ماكو شيء اليوم بالعراق شيء عشوائي، كله مدروس وموزع بين السلطات، هذا لك وهذا لي، ولذلك يعني مثل ما قلت لجوابك انه اليوم المنفذ الحدودي للقصر للتفوق تابع لفلان، والمنفذ الحدودي
أم قصر الشبالي تابع لفلان، نعم، والمنفذ الرسمي تابع، كل جهة سياسية مسيطرة على مكان معين وتاخذ إلها. هذا الغربية لأنه هو اليوم سوريا بعد مستوى سوريا وفي الأردن أننا مسيطر عليه بعض العصابات اللي موجودة، ماكو شيء عشوائي اليوم. أستاذ عادل، أستاذ عادل، كما معروف يعني أموال المنافذ الحدودية لأي دولة تعد أحد الموارد المالية المهمة لخزينة الدولة، في ظل الفساد الذي يضرب هذا القطاع، هل من حلول لذلك؟ والله أنا أشوف أنه ما دام سياسة هذه الدول أنه تبقى المحاصصة فلا حدود إلى موارد الدولة، تبقى موارد الدولة ضايعة. متى ما تسيطر الدولة على أنه تنهي المحاصصة في العراق وتصير حكومة وطنية، أنا أشوف أنه نقدر نسيطر على المنافذ الحدودية اللي هي منافذ أموال طائرة إلى خزينة الدولة. لكن نعم. اليوم 1% باعتراف وزير المالية المستقيل علي عبد العلاوي ما يوصل إلى وزارة المالية من إيرادات من المنافذ الحدودية. نعم. في قبل 2003 اكو كانوا رجال واقفين على الحدود ما تفوت صندوق بنش ما يفوت، ولحد الان اكو كانوا عندنا ناس يعني موجودين في النظام السابق، نعم، ما عندهم قطعه ارض الان. يعني تصور اليوم اي واحد يشتغل بالناس الحدوديه عنده قصور وعنده سيارات فارهه، نعم، وسابقا كان ما عنده بيت، ولحد الان ما عنده بيت. يعني أشكرك. أنا شخصيا واليوم سيارات البيكسس، نعم، يعني حتى الدولة ما تقول لهم يدكم هذا، هو شكرا. 500,000 أهلا وسهلا. من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا لكم.